عندما اصطدمت طائرة الأمريكان إيرلاين بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في 8:45 دقيقة من صباح 11 من سبتمبر أيلول 2001، لم يخطر ببال أحد ممن راقبوا الاصطدام الهائل في قلب مدينة نيويورك أن الأمر أكثر من حادث مأساوي. حتى التقرير الأولي الذي سلم للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن لم يتطرق إلى احتمال مخالف. بعد 10 دقائق أخرى تغير الموقف تماماً، فقد اصطدمت طائرة ثانية تتبع شركة يونايتد إيرلاين بالبرج الجنوبي لمركز التجارة، ولم يعد هناك شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الرئيسة في مطلع القرن 21 تتعرض لهجوم إرهابي. ما عزز من هذا الاعتقاد كان تعرض مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لهجوم آخر بطائرة ركاب مدنية مشابهة، ثم سقوط طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا بعد نزاع بين الركاب وخاطفين. اتضح بعد ذلك أنهم كانوا يستهدفون مبنى الكونغرس الأمريكي. يقول البعض إن القاعدة هي التي قامت بعملية 11 من سبتمبر، ويتهمون أسامة بن لادن بأنه كان خلف هذه العملية، وأنه كان العقل المدبر، وأن الملا عمر بطريقة أو بأخرى ساند هذه المجموعة. أنا لا أعتقد أن هذه الاتهامات صحيحة. هذه الهجمات في الحقيقة انعكست كما نعلم جميعا بصورة شديدة الخطورة على المشهد الدولي كله، وبداخل هذا المشهد الدولي هذه الهجمات مست مساسا عميقا بأوضاع المسلمين في كل مكان من العالم، سواء كانوا أفرادا أو ثقافة أو دولا ومجتمعات. هناك عدة آراء أو تحليلات لأحداث 11 من سبتمبر. هناك من قال أنها ألحقت ضررا كبيرا بالعالم الإسلامي وبقضايا الرئيسية، وأدت إلى احتلال دولتين هما العراق وأفغانستان. وهناك من يرى العكس تماما، يعني يعترف بهذه الحقيقة لكن يرى في هذه النتائج نتائج مفيدة بالنسبة للعالم الإسلامي. مثلا يعني احتلال العراق شكل أكبر أزمة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون بداية انهيار الإمبراطورية الأمريكية. هذا الاحتلال جعل الإسلاميين أو تنظيم القاعدة على وجه التحديد وجها لوجه مع الولايات المتحدة الأمريكية. احتلال العراق حقق الأمنية الكبرى التي كان يتمناها الشيخ أسامة بن لادن. كان يقول بأنه لا يستطيع أن يحارب أمريكا داخل أمريكا لأنها بعيدة جدا، لكنه إذا نجح في جر أمريكا إلى العالم الإسلامي ومحاربتها في العالم الإسلامي فإنه سيهزمها. في قلب هذا التخطيط يقف اثنان من الإسلاميين العرب: أسامة بن لادن المهندس ابن إحدى أكثر الأسر العربية السعودية ثراء، وأيمن الظواهري الطبيب ابن إحدى أبرز الأسر العربية المصرية. الشيخ أسامة بن لادن هو من ينتمي إلى أسرة عريقة، أسرة بن لادن التي بيعود أصلها إلى حضرموت في جنوب اليمن، ونحن نعرف الحضارم شعب أبي، شعب يعني مجتهد، شعب مؤمن حقيقة مثل كل أبناء اليمن. أبوه كان مقاولا كبيرا في المملكة العربية السعودية، جاء يعني فقيرا معدما واستطاع أن يصبح واحد من أغنى أغنياء العالم، أن يشكل شركة مقاولات تعتبر ربما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. العائلة التي يتحدر منها أسامة بن لادن هي عائلة كبيرة جدا، لديه عشرات الأخوة والأخوات، لذلك لا يمكن إطلاق حكم في المطلق
من خلال القول أن هذه العائلة في مجملها هي عائلة محافظة جدا أو ليبرالية. أعتقد أن كان أن فيها أنواع مختلفة، كان فيها الليبراليون، كان لدى أسامة أشقاء متحررون ولديه أشقاء أيضا محافظون جدا، لكن لا يمكن إطلاق حكم شامل على مجمل العائلة. بإتمام دراسته الثانوية التحق أسامة بجامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة، حيث درس الاقتصاد والإدارة. عارضت الدولة السعودية دائما التوسع السوفيتي في العالم الإسلامي، كما أن السعودية كانت حليفا وثيقا للولايات المتحدة التي وقفت إلى جانب المجاهدين الأفغان. تأثر أسامة بروايات المجاهدين الأفغان الزائرين حول جرائم الاحتلال السوفيتي وعداء الروس وحلفائهم في حكومة كابول للإسلام. وسرعان ما تحرك أسامة إلى بيشاور، قاعدة الجهاد الأفغاني الخلفية في باكستان، للعمل على دعم المجاهدين. ولم يكن هو الشاب العربي الوحيد الذي أخذ مثل تلك المبادرة. بن لادن يعني مثل ما حدثني يعني ذهب في البداية لتقديم الخدمات للمجاهدين، يعني كان يعني بداياته هي تأسيس أو إنشاء مكتب الخدمات ومكتب الأنصار والاهتمام بالمجاهدين المتطوعين للقتال في أفغانستان. هذا الكلام في مطلع الثمانينات تقريبا، وبعد ذلك بدأ يفكر في كيفية تنظيم هؤلاء في الأعمال العسكرية. يعني هو لم يكن قائدا عسكريا في البداية، كان مجرد منسق، رجل متحمس على علاقة ب يعني العلماء في المملكة العربية السعودية. والده ثري، هو أيضا رجل ثري، يستطيع أن يجمع الأموال من الأثرياء، كانت هناك طفرة مالية كبرى في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج، يستطيع أن يستغل اسمه وعلاقاته في جمع أموال لتمويل حركة الجهاد الأفغاني. تعرف أسامة بن لادن في بيشاور إلى عبد الله عزام الذي يفوقه سنا وموقعا في الساحة الإسلامية السياسية، وقرر بن لادن تقديم كل عون ممكن لعزام. أنا أعرف أنه في وقت ما خلال عامي 85 و86 أخذ على عاتقه قيادة المجاهدين الأجانب في هذه المنطقة. في هذا الوقت كان يحاضر في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد. عمل المجاهدين مقرا في بيشاور، حيث كان يسكن هناك مع عائلته، وبدأ الملة في تنسيق نشاطات هؤلاء المجاهدين الذين أتوا من بلاد أخرى، وعمل على مقربة من عبد رب الرسول سياف وبرهان الدين رباني وآخرين. وبالتالي بالرغم من الدور المحوري الذي لعبه عبد الله عزام في التنظير والتحريض على انضمام المجاهدين العرب والمسلمين إلى الجهاد الأفغاني، إلا أنه لم يثبت في أي من كتاباته حتى الآن أو مواقفه أنه كان مؤيدا لما أضحى اليوم يمكن وضعه تحت مصطلح الإرهاب. لم يكن عبد الله عزام متحمسا لأي عمل من هذا النوع، وكتاباته موجودة، ومن يريد أن يتأكد من هذا فليعد إلى كتابات الرجل وهي ليست سرية على الإطلاق. تقدر مصادر مختلفة أن عدد المتطوعين العرب خلال سنوات الجهاد الأفغاني فاق 25,000، ولكن هذا العدد على ضخامته لم يكن عددا كبيرا بمقارنته بعدد المجاهدين الأفغان أنفسهم، العدد الذي تجاوز 150,000. عندما نتحدث عن الأفغان العرب نتحدث عن خلاف شديد حول الرقم. هذا الرقم في حده الأدنى 2000 ويصل إلى 50,000، وأعتقد أن الرقمين صحيحين. يعني الرقم 2000 هم المقاتلين، ورقم 2000 هذا هو الذي يتبناه بالمناسبة أبو حفص المصري القائد العسكري للقاعدة. المقاتلين المتفرغين والذين مارسوا العمل القتالي وانقطعوا له
ربما لا يزيد عددهم على 2000. وقد نظر قادة منظمات المقاومة الأفغانية للمتطوعين غير الأفغان أحياناً على أنهم مصدر إزعاج، على أن حاجة الأفغان للدعم الإسلامي المالي والسياسي جعلتهم يتعايشون مع ظاهرة المتطوعين الإسلاميين. ولعل أبرز معارك المتطوعين العرب كان صمودهم لعدة أسابيع أمام هجوم روسي على معسكر لهم قرب جاجي في إبريل نيسان 1987. أعتقد أن العرب ربما أخذوا من الأفغان بعض الخصال، والأفغان أخذوا من العرب بعض الخصال. هناك تمازج، لا يمكن الحكم والقول أن العنف جاء به العرب إلى أفغانستان، أو القول أن العكس، أن المنطقة بنفسها كانت تعيش فكرة العنف بسبب تاريخها. أعتقد أن العرب والأفغان قد أخذوا من بعضهم بعض، ويجب أن نتذكر أن بعض العرب الذين ذهبوا إلى أفغانستان ربما ساهموا في يعني دفع التيار الإسلامي الموجود هناك نحو التشدد أكثر بسبب الاضطهاد الذي عانوا منه في بلدانهم. في مطلع 1989 انسحب السوفيت من أفغانستان، وفي نهاية العام اغتيل عزام وأصبح بن لادن الشخصية العربية الرئيسة بين المجاهدين العرب. ولكن بن لادن أدرك في النهاية أن دوره في الجهاد الأفغاني وصل إلى خاتمته، وعاد بالتالي إلى السعودية. حتى نهاية الجهاد الأفغاني أو الجهاد العربي في أفغانستان لم يكن تنظيم القاعدة قد تبلور على الإطلاق، لم يكن هناك شيء اسمه تنظيم القاعدة. أنا أتحدث على السنوات 89 89 89، لم يكن هناك، حتى لم يخطر في ذهن الشيخ أسامة بن لادن في ذلك الوقت أن يؤسس تنظيما باسم تنظيم القاعدة. يعني قال لي إطلاقا لم يكن وارد، وقرر العودة إلى المملكة العربية السعودية والعودة إلى شركة أهله، ويعني يعود إلى البزنس بشكل طبيعي وبشكل منطقي. هذا كان خطته، وفعلا يعني صف أعماله في أفغانستان وعاد إلى المملكة العربية السعودية. عندما غادر بلاده في منتصف الثمانينيات لم يكن إلا ابن عائلة سعودية ثرية، ولكنه رجع إليها بعد سنوات قليلة بطلاً وزعيماً إسلامياً مجاهداً. وسرعان ما استقبلته المساجد والندوات الإسلامية للحديث عن تجربته ورؤيته للمستقبل. كان المجتمع السعودي يموج بحراك إسلامي كبير، وبدأ بن لادن يتلمس دوراً له. علاقته مع النظام السعودي لم تكن جيدة ولم تكن سيئة. يعني عندما عاد الشيخ أسامة بن لادن إلى المملكة العربية السعودية لكي يستقر لم يكن مرحبا به، لم تكن هناك حالة من الارتياح للأنشطة التي كان يقوم بها في أوساط الشباب، وخاصة في منطقتي مكة وجدة والمدينة. يعني كانت مجالسه دائما مليئة بالشباب، وكان يتحدث عن الجهاد الأفغاني، يتحدث عن التضحية، يتحدث عن الشهادة، يتحدث عن زملائه الذين استشهدوا. ففي تقدير هذه الأنشطة لم تنظر لها الحكومة السعودية بارتياح كبير. الذي أدى إلى انحراف هذه العلاقة أن الذي يوجه البوصلة هو شخص ثالث، لا هي المنظومة السياسية السعودية ولا هو بن لادن، ولكن هو الحراك والصراع الدولي. لما انتهى الاتحاد السوفيتي وانتهى الوجود الأذيال التي كانت تزعج وتقض مضجع الأمريكان في كل مكان، انتهت هذه المنظومة. أعتقد أن أسامة بن لادن في تلك الفترة في نهاية الثمانينات لم تكن لديه مشكلة مع الحكومة السعودية، بل يعني نحن نعرف أن الحكومة السعودية سهلت في تلك الفترة مشاركة الكثير من الخليجيين وتحديدا السعوديين في الجهاد الأفغاني. وبالطبع عندما عاد أسامة بن لادن إلى المملكة العربية السعودية في 89 استقبل استقبال جيد من قبل السلطات السعودية ومن قبل كثير من المواطنين السعوديين الذين نظروا إليه على أنه بطل من أبطال الجهاد الأفغاني الذي استطاع أن يدحر الاتحاد السوفيتي في الثمانينات. لكن لم تكن لديه مشكلة
كما أعتقد مع السلطات السعودية في تلك الفترة. المشكلة التي حصلت جاءت بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1990. في أول أغسطس آب 1990، وعلى خلفية من تدهور العلاقات الكويتية العراقية، احتلت القوات العراقية الكويت. بعد أيام قليلة أقنع الأمريكيون الملك فهد أن خطوة الرئيس العراقي صدام حسين التالية هي غزو السعودية. ومنذ 7 أغسطس تحولت السعودية إلى ساحة حشد لمئات الألوف من الجنود الأمريكيين والقوات الحليفة للولايات المتحدة. وحتى بعد إخراج العراقيين من الكويت، ظل عشرات الألوف من القوات الأمريكية في قواعد عسكرية خاصة على الأرض السعودية. وإن قتال الأمريكان هو من صميم الإيمان. اعتبر بن لادن أن الوجود الأمريكي العسكري هو انتهاك لبلاد الحرمين وتعاليم الإسلام، وأخذ بن لادن في الإعراب عن موقفه ومعارضته الوجود الأمريكي في المنتديات والمحافل العامة. ولأن الحكم السعودي كان يواجه معارضة إسلامية متسعة، فقد فرض حظرا على تحركات بن لادن وأحاديثه العامة. أيضا هذه مرحلة محاطة بقدر من الأقاويل المتناقضة، لكن المرجح أنه غادر المملكة بتوافق داخلي. أن يخرج أسامة بن لادن الذي رأى في قدوم الأمريكيين إلى الجزيرة العربية ما يوقظ فيه أحلام الجهاد مرة أخرى ضد الأجانب، وبالتالي تم التوافق على ما يبدو العائلي الرسمي على أن يغادر أسامة بن لادن البلاد، وعلى المرجح أنه ذهب مباشرة إلى السودان. هناك رواية أخرى أنه ذهب إلى أفغانستان أولا ثم عرج إلى السودان بعدها، لكن في كل الأحوال تأكد وجوده في السودان خلال الفترة التالية لسنوات. عقد بن لادن العزم على الاستقرار في الخرطوم، وربط مصيره بمصير النظام الإسلامي السوداني. أحضر عائلته واتخذ لنفسه منزلا متواضعا في مزرعة في ضواحي الخرطوم. يعني هو نقل كل ثرواته إلى السودان، ودخل في شراكة مع الدولة السودانية بمشاريع خاسرة، يعني ليست مشاريع استثمارية، هو كان يعتقد أنها مشاريع رسالية عندما بنى طريق التحدي و غيره من المشاريع. شركة العقيق كان يقول للموظفين يعني أنتم لستم موظفين في شركة، هذا مشروع جهادي. ساعدت عناصر من الملتفين حول بن لادن في تدريب قوى قبلية صومالية، وفي ديسمبر كانون أول 1992 شارك أنصاره في القتال الدموي الذي دار بين القوات الأمريكية والصوماليين المعارضين الوجود الأمريكي في بلادهم، وهو ما أدى إلى رحيل الأمريكيين من الصومال. وربما مد بن لادن يد عون متواضعة للمقاتلين الإسلاميين العرب الذين توجهوا إلى البوسنة للوقوف مع المسلمين البوسنيين ضد القوات الصربية. في 13 نوفمبر 1995 فجرت بناية للحرس الوطني السعودي في الرياض، حيث قتل 14 شخصا. وفي 25 يونيو 1996 تعرض مجمع سكني للقوات الأمريكية في الخبر للتفجير، ولكن لا السلطات السعودية ولا الأمريكية وجهت أصابع الاتهام في الحادثتين لبن لادن أو أنصاره. في مسألة مهمة يغفل عنها الباحثون، أسامة بن لادن أول تشكيل له كان هيئة النصيحة والإصلاح، لم يكن أول تشكيل أو تنظيم له القاعدة. يعني قبل أن يؤسس القاعدة في منتصف التسعينيات أسس قبلها هيئة النصيحة والإصلاح، وهذه كانت ترسل بياناتها من لندن،
ومن الاسم واضح أنها ليست حركة راديكالية وليست حركة عنفية، هي تتبنى خطابا إصلاحيا ينصح أئمة المسلمين. أسامة بن لادن أثناء وجوده في السودان أعتقد تأثر بالجهاديين المصريين. بيد أن تطورا هاما وقع في علاقات بن لادن الإسلامية خلال سنوات إقامته في السودان، يتعلق هذا التطور بتعرفه إلى الطبيب الإسلامي المصري أيمن الظواهري. دكتور أيمن الظواهري من عائلة الظواهري المعروفة، ويمكن الشيخ الظواهري يعني هو رأس هذه الأسرة الذي كان شيخا للأزهر في وقته، شيخا معروفا بمواقفه الكبيرة يعني. وهذا بالنسبة لوالدي، يعني هو من أسرة عريقة، وبالنسبة لوالدته فهي من عائلة عزام، وأنت تعرف أن عائلة عزام أيضا لها ضلع كبير في السياسة، وكان جده أمينا للجامعة العربية، وجده المباشر كان عميدا لكلية الآداب. أيمن الظواهري ظل طيلة الفترة منذ محاولة تأسيس المجموعة الأولى حتى خروجه من السجن في مصر عام 84، ثم خروجه من مصر كلها بعد ذلك إلى الخارج، لا يمثل شيئا مهما في الحركة الجهادية المصرية. وبعض من كانوا في المعه في المجموعة الأولى قاموا بأدوار أكبر منه في الحركة الجهادية المصرية، لكن الشهرة الأكبر والدور الأبرز للدكتور أيمن الظواهري بدأ خارج البلاد عندما خلت الساحة من القيادات الرئيسية الحقيقية للجماعات الجهادية المصرية، سواء وراء أسوار السجون أو بعضهم كان قد فر قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم. والتفاعلات والعلاقات التي نمت بعد ذلك بينه وبين أسامة بن لادن هي التي أعطت أيمن الظواهري المشهد الذي نراه له اليوم. We want to speak to the whole world. Who are we? Who are we? Why did they bring us here? And what we want to say? About the first question, we are Muslims. We are Muslims who believed in their religion, in its broad meaning, as both an ideology and practice. We believed in our religion, both as an ideology and practice. And hence, we tried our best to establish باعتباره عضوا في جماعة الجهاد، كان المفترض أن يدافع الظواهري عن أفكار محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة، وهي الأفكار التي تتلخص في عدم جدوى مواجهة القوى الاستعمارية الخارجية والعمل على تغيير الأنظمة الحاكمة ولو بالعنف المسلح. ولكن الظواهري كان يتجه إلى قلب منطق عبد السلام فرج رأسا على عقب، ففي نظر الظواهري تنبع قوة الأنظمة من قوة الدعم الأمريكي والغربي لها، وهو ما يستدعي هزيمة الولايات المتحدة وإخراجها من المنطقة العربية والإسلامية قبل أن يحاول الإسلاميون إقامة نظام حكم إسلامي. شهدت لقاءات الظواهر وبن لادن نقاشات متصلة حول هذه الرؤية الجديدة. شخصية بن لادن ليست من النوع الذي يغير رأيه بسهولة، ولا يقع تحت تأثير أي شخص، ولا يقع في أسر أي شخص، وهو لم يقع في أسر عبد الله عزام يعني بالمناسبة، يعني هو الأقرب إليه والأكثر تأثيرا عليه، لكن ظل مستقلا عن عبد الله عزام. علاقته في أيمن الظواهري أعتقد العكس، يعني نظرية العدو القريب التي تبناها الجهاد من خلال إسقاط النظام المصري وليس محاربة أمريكا وإسرائيل، بن لادن عكسها، يعني كان يرى أن مقاتلة العدو البعيد وهي أمريكا أولى من مقاتلة العدو القريب وهي الأنظمة. السودان في تلك الفترة تعرض لضغوط كبيرة، ضغوط من مصر، ضغوط من المملكة العربية السعودية، وضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية للتحول من دولة مارقة إلى دولة مقبولة دوليا. فكانوا يقولوا له لا يمكن أن تصبح دولة مقبولة دوليا وأنت مأوى لكل الإرهابيين الإسلاميين في العالم. ف
فبدأت هذه الضغوط تتزايد وتزامنت أيضا مع مغريات كثيرة في جناح داخل الحكومة السودانية. كان يقول يعني ما شأننا وشأن العالم الإسلامي، ما شأننا وشأن هؤلاء الإرهابيين، يعني علينا نصلح علاقاتنا مع محيطنا العربي، احنا أخطأنا عندما وقفنا مع العراق في حرب الخليج، علينا أن نصحح هذا الخطأ. ولكن الجدل لم يحسم إلا بعد طرد بن لادن من السودان. أسامة بن لادن كان يقاتل في أفغانستان إلى صفوف المجاهدين الأفغان، والمعروف أنه الدعم الرئيسي الذي كان يصل إلى المجاهدين الأفغان كان يصل من الولايات المتحدة. غادر أسامة بن لادن السودان في ربيع العام 1996. كانت تلك الفترة فترة غضب من الحكومة السودانية إزاء تصرفات بعض الإسلاميين المحسوبين على أسامة بن لادن، وتحديدا جماعة الجهاد المصرية. إذ اكتشفت جماعة الجهاد المصرية في تلك الفترة أن الاستخبارات المصرية استطاعت اختراق الجماعة خلال وجودها في السودان، وأقدمت على تصرف اعتبره السودانيون يشكل انتهاكا لحق الضيافة. في جبال جلال أباد التفت حول بن لادن جموع الشبان العرب ممن تبقى في أفغانستان بعد الانسحاب السوفيتي، كما أخذ آخرون بالالتحاق به بمن في ذلك أيمن الظواهري وعدد من أعضاء جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية المصريتين. خلال 1996 نجح الطالبان في الاستيلاء على كابول ومعظم أفغانستان، وأعتقد أن حركة طالبان تشعر بفضل كبير إزاء أسامة بن لادن، لأنه قاد مجموعة من العرب، ليس بنفسه لكن اختار مجموعة معينة من العرب شاركت في الدفاع عن كابول في وجه هجوم كان يعني هجوم كبير شنه مقاتلو مسعود لاستعادة العاصمة الأفغانية من يد حركة طالبان، وقد قتل الكثير من العرب في تلك المعركة، لكنهم استطاعوا صد هجوم قوات مسعود. في نوفمبر تشرين الثاني كان الصحفي العربي عبد الباري عطوان أول إعلامي يلتقي ببن لادن في معقله بجبال أفغانستان الشرقية قرب جلال أباد. ما سمعته ليس فقط من الشيخ أسامة بن لادن وإنما من كل الذي حوله، يعني أنا مثلا الشخص الذي رافقني وكان مسؤولا عني طوال الرحلة واستقبلني في بيت الشيخ يونس خالص، ثم نقلني إلى الفندق حيث أقمت قبل أن أذهب إلى تورابورا، كان أبو حفص المصري أو محمد عاطف. يعني التقيت بكل الشباب هناك وتحدثت معهم، لم أسمع إطلاقا لفظ تنظيم القاعدة، لم أسمع إطلاقا أنهم أعضاء في تنظيم اسمه القاعدة. يعني في تلك الفترة لغاية يعني نوفمبر 96-97 ما كانش في شيء اسمه تنظيم القاعدة على الإطلاق، يعني لم ترد كلمة التنظيم. كلمة القاعدة وردت لاحقا بعد تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام، واستخدمها الأمريكيون، يعني الأمريكيون هم الذين أطلقوا تنظيم القاعدة على تنظيم القاعدة. القاعدة was the same group which was organized by Abdullah Azam and the. كانت القاعدة في البداية اسمها الجبهة الإسلامية، نظمها عبد الله عزام، وانتشرت الجبهة في كل أنحاء العالم لجمع التمويل وتنسيق نشاطات المجاهدين. وعندما توفي عبد الله عزام تولى أسامة بن لادن القيادة وقام بتنظيمها وتدريبها عسكريا. وفي عامي 1991 و 1992 للميلاد غير اسمها إلى القاعدة، وفي هذا الوقت كان عددها لا يتعدى 1500 شخص، معظمهم كان من العرب.
بالإضافة إلى قلة من الشيشان وباكستان ووسط آسيا وحتى من الصين. جاء التطور الرئيس في موقف بن لادن في فبراير شباط 1998 عندما أصدر بياناً يعلن تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين. وقد وقع على إعلان الجبهة إضافة لبن لادن أيمن الظواهري ورفاع طه أحد القادة الهاربين للجماعة الإسلامية المصرية وعدد من التنظيمات الجهادية الباكستانية والكشميرية والبنغلاديشية الصغيرة. أشار الإعلان إلى القضايا الإسلامية في فلسطين وكشمير والعراق وإلى الوجود الأمريكي في السعودية، وتضمن دعوة إلى قتل الأمريكيين وحلفائهم المدنيين والعسكريين في أي دولة يكونون فيها باعتباره فرض عين على كل مسلم حتى يتحرر المسجد الأقصى وتغادر جيوشهم أرض المسلمين. ليس من الواضح كيف قرأ المسؤولون الأمريكيون والسعوديون الإعلان عن الجبهة الإسلامية العالمية، ولكن الأحداث التالية أثبتت أن بن لادن والظواهري كانا يعنيان ما يقولان. بعد أشهر قليلة وفي 7 أغسطس تعرضت السفارتان الأمريكيتان في العاصمة الكينية نيروبي والتنزانية دار السلام لتفجيرين انتحاريين. حصدت العملية الأولى 213 قتيلة و450 جريحة، وقتل في الثانية 11 شخصا. لم تميز الهجمات بين أمريكيين وغير أمريكيين، بين مسلمين وغير مسلمين، أو بين عسكريين وغير عسكريين. وقدمت دليلا واضحا على المدى الذي سيذهب إليه بن لادن والظواهري في حربهما ضد الولايات المتحدة. في ديسمبر كانون الأول 1999 أوقف الجزائري محمد رسام على الحدود الكندية الأمريكية وفي سيارته كمية من المتفجرات، وقد اعترف فيما بعد أن هدفه كان مهاجمة أهداف في مدينة لوس أنجلوس. في 12 تشرين أول 2000 هوجمت المدمرة الأمريكية كول بقارب متفجر في ميناء عدن، مما أدى إلى مقتل 17 بحارا من طاقمها. ثم جاءت الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر/أيلول 2001 لتصنع انقلابا هائلا في السياسة الأمريكية وتجعل بن لادن رمزا للإرهاب العالمي ولتحدي الإرادة الأمريكية. منذ خروجه من السعودية وحتى هجمات سبتمبر 2001 لم يستخدم بن لادن أو الملتفون حوله اسم القاعدة، وقد صدر الإعلان عن تفجيرات نيروبي ودار السلام باسم الجيش الإسلامي لتحرير الأماكن المقدسة. ولكن الدوائر الأمريكية الأمنية كانت تبحث خلف الهجمات عن هدف منطقي ينسجم وتصورها لتنظيمات العنف التقليدية، وقد وجدت في القاعدة التي لم تكن أكثر من سجل قديم للمتطوعين العرب هدفها. وشيئا فشيئا صورت القاعدة باعتبارها تنظيما عالميا ذا خلايا من جنسيات شتى نشطة ونائمة تمتد من الساحل الأمريكي الغربي إلى أندونيسيا. أنا من الذين يميلون إلى أن القاعدة لم تنشأ على الإطلاق عام 89 كما يزعم كثير من الكتاب الأمريكيون وبالتحديد المتصلين أكثر بجهات الأمن الأمريكية. القاعدة هو الاسم الذي أشيع في الوسائل الإعلام الأمريكية وعن طريق الأجهزة الأمنية الأمريكية خلال فترة التسعينيات، وهذا الاسم لم يرد على الإطلاق في أي وثيقة خرجت من أسامة بن لادن
أو من كل المتصلين به حتى تفجيري كينيا وتنزانيا في عام 98 عندما تحدث بن لادن في بعض الأحاديث الصحفية وذكر مسمى القاعدة في رده على أسئلة، لكن التحدث باسم القاعدة لم يبدأ مطلقا سوى في أكتوبر 2001 عندما رأينا اسم قاعدة الجهاد يطلق على لسان بن لادن وأيمن الظواهري ثم يوضع على مواقع كثيرة على الإنترنت باعتباري أن هذا هو اسم التنظيم. في 2002 فجر فندق مملوك لإسرائيليين في كينيا، كما فجرت عدة نواد ليلية يرتادها عادة سواح أستراليون في جزيرة بالي الأندونيسية. في مايو أيار 2003 فجرت عدة مواقع سياحية في مدينة الدار البيضاء المغربية. في مارس آذار 2004 وقعت عدة انفجارات في قطارات العاصمة الإسبانية مدريد. أوقعت كل هذه الهجمات مئات الضحايا من المدنيين، وتكاد تكون كلها من فعل مجموعات محلية لم تكن تربطها بالضرورة علاقات وثيقة ببن لادن وقيادة القاعدة. ومن المشكوك فيه أن تكون هذه العمليات قد نفذت بأوامر من بن لادن مباشرة أو مساعديه. أعتقد أن القاعدة هي عبارة عن سوفتوير وليست هاردوير، يعني هي فكرة انتشرت، وكثير من الأعمال التي تنسب إليها لا علاقة لها، لا علاقة لقيادة القاعدة المعروفة بها، وهذا يمكن رصده في أكثر من حادثة. لم تكن القاعدة في يوم من الأيام كتلة واحدة، القاعدة هي فكرة قبل أن تكون تنظيما، والفكرة نشأت قبل التنظيم. فكرة القاعدة بسيطة، على المسلمين أن يتحدوا ويذهبوا معا لقتال أي عدو أجنبي أو كافر اعتدي على أرض المسلمين. اتصفت كل العمليات المنسوبة إلى شبكة القاعدة بعد 11 من سبتمبر بالانتهازية، فهي عمليات موجهة ضد أهداف سهلة تستهدف إحداث خسائر كبيرة في المدنيين وخلق مناخ من عدم الأمن. المكان الوحيد الذي يبدو أن القاعدة أو المرتبطين بها حققوا نجاحا ملحوظا فيه هو العراق. أسس القوة المرتبطة بالقاعدة في العراق والمعروفة باسم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين شاب أردني هو أحمد فضيل الخلايلة المعروف بأبي مصعب الزرقاوي. أبو مصعب الزرقاوي شاب تربى في منطقة الزرقاء، كان عاطلا عن العمل مثل معظم الشباب في تلك المنطقة. تعرف في السجن عندما اعتقل بسبب يعني جرائم بسيطة، تعرف على الشيخ المقدسي وبدأ يحتك بالإسلاميين في سجن الزرقاء، ويعني اهتدى إلى الإسلام. بتعرفه إلى المقدسي أصبح الزرقاوي شابا متدينا يدافع عن أفكار السلفية الجهادية، وقد عمل معا إضافة إلى آخرين على تأسيس تنظيم إسلامي سري في الأردن. وفي مارس آذار 1994 اعتقلت السلطات الأردنية أعضاء التنظيم وقدمتهم للمحاكمة بمن فيهم المقدسي والزرقاوي. أفرج عن الجميع بعفو ملكي بعد وفاة الملك حسين في 1999، وأصبحت المجموعة تعرف بعد الإفراج باسم التوحيد والجهاد، وهو عنوان موقع الإنترنت الخاص بالمقدسي. ولكن المجموعة لم تبقى على تماسكها، وقد اختار عدد منها على رأسهم الزرقاوي مغادرة الأردن إلى أفغانستان. انهار نظام طالبان في نهاية 2001، وتسبب الانهيار في تشتت معسكر هيرات، حيث التحق الزرقاوي بمعسكرات جماعة أنصار الإسلام الكردية في شمال العراق، وهناك التقى برفاق أردنيين سابقين
مثل رائد عربيات ونضال خريسات، ولكنه لم يرتح كثيرا للوضع الذي وجد نفسه فيه، وبالتالي قرر التوجه إلى منطقة الوسط العربية السنية باحثا عن زملائه العراقيين ممن تعرف إليهم في أفغانستان. عندما احتلت القوات الأمريكية العراق في ربيع 2003، كانت المجموعة قد نجحت في تكوين خلاياها الأولى، وقد انضم إليها عدد من الشبان العرب الذين تدفقوا على العراق قبل الغزو بقليل للقتال ضد القوات الغازية. هو ما لا نستطيع أن نجزم به الآن ما هي العلاقة بين الزرقاوي ونظام صدام. هل كانت هناك علاقة تواطؤ، بمعنى أن العراقيين كانوا يعرفون بوجوده وبشخصيته ويتركونه وشأنه، أم أن الدولة العراقية كانت قد تحللت في ذلك الوقت ولم تعد قادرة على ضبط الأمور أمنيا؟ يصعب أن نجزم، لكن أنا تفسير الشخصي أنه لم يكن لنظام صدام علاقة بالزرقاوي، وإنما كان هناك نوع من انفلات الأوضاع أمنيا في تلك الحقبة من عمر النظام البعث، والزرقاوي استطاع أن يستغل هذه الثغرات ويعمل من خلالها. ربما تخرج معلومات في المستقبل تنفي هذا التفسير، لكن بالمجمل أن الزرقاوي بدأ بعدد بسيط جدا، وبحسب ما أعلن بن لادن في رثاء الزرقاوي أنه لم يكن معه أكثر من 17 مقاتلا. انطلقت المقاومة في العراق ضد القوات الأمريكية بعد أسابيع قليلة من الاحتلال. كانت المجموعات المقاومة الأولى من خلايا معدة سابقا من أعضاء حزب البعث أو عناصر الأجهزة والقوات العراقية الخاصة، وسرعان ما التحقت بها جماعة التوحيد والجهاد بقيادة الزرقاوي وعدة قوى إسلامية عراقية الجذور. لم تؤكد جماعة التوحيد والجهاد وجودها على الساحة العراقية إلا في العام الثاني للاحتلال، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى الزرقاوي ومجموعته في اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بعد أشهر قليلة من الاحتلال، وفي مجزرتي بغداد وكربلاء في مارس آذار 2004. ولكن غموض بيانات الزرقاوي من جهة وغموض الوضع العراقي تحت الاحتلال يجعل من الصعوبة توكيد هذه الاتهامات. في أكتوبر تشرين أول 2004 أعلن الزرقاوي عن التحاق جماعة التوحيد والجهاد رسميا بشبكة القاعدة وعن ولائه لأسامة بن لادن، كما أعلن تغيير اسم الجماعة إلى قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين. هذه الفترة تتسم بالغموض، يعني الفترة الأولى التي لم يعلن فيها الزرقاوي البيعة لتنظيم القاعدة، يعني يبدو أن النجاحات الكبيرة التي حققها الزرقاوي وانضمام يعني المئات وربما الآلاف من المتطوعين والمجاهدين العرب إلى صفوف تنظيم التوحيد والجهاد ربما أغراه بأن يتصرف بشكل مستقل عن تنظيم القاعدة. أعتقد أنه كانت هناك اتصالات سرية معينة حصلت بين الزرقاوي وأسامة بن لادن عن طريق وسطاء. أعتقد أن بعض الأعضاء القريبين من أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة استطاعوا يعني ترك زعيم هذا التنظيم حيث يختبئ في على الحدود الأفغانية الباكستانية، ووجدوا طريقهم إلى العراق حيث أقاموا اتصال معين مع الزرقاوي. وهذا تحليلي أن الزرقاوي وافق على الانضواء تحت لواء تنظيم القاعدة لأنه يحتاج إلى العنصر البشري. عندما يعلن ولائه لأسامة بن لادن فإن أسامة بن لادن في المقابل يدعو العرب الذين يؤمنون بالجهاد إلى الالتحاق بالزرقاوي في العراق، فهو بالتالي يحصل على دعم يفتقده داخل العراق نفسه، أي أن كثيرين من العرب الذين يذهبون إلى العراق سيلتحقون بتنظيم الزرقاوي وليس بتنظيم جهادي آخر
منافس له. وسط هذا الصراع الدموي المتواصل أصبحت قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين قصة النجاح الكبرى للقاعدة، خاصة بعد تدمير حاضنتها الآمنة في أفغانستان طالبان. وفي نهاية 2005 أعلن الزرقاوي مسؤولية القاعدة عن قصف أهداف إسرائيلية عبر الحدود اللبنانية، وهو ما أكد سعي القاعدة الحثيث إلى توسيع نشاطاتها خارج العراق والدخول إلى ساحة الصراع ضد الدولة العبرية. طبعا هي القاعدة هذا خطابها، يعني هي تقول أن المعركة هي معركة إسلام ضد كفر، وأن المجاهدين لا يجوز أن يكونوا بناء على حسابات سايكس بيكو. وهناك خطاب للزرقاوي اللي هو عن المقاومة الشريفة، ظهرت مقولة أن هناك مقاومة شريفة وهناك إرهابيين، فكان يعدد الزرقاوي ماذا فعل المجاهدون العرب، وأن باختصار لولا المجاهدين العرب لما كان هناك جهاد في العراق، وأن هؤلاء هم الذين أسسوا ودربوا وبدأوا العمل. لكن أعتقد أنه بالنتيجة الآن الذي يقاتل هم العراقيون. المجاهدون العرب يقومون بالدور الذي قاموا به في أفغانستان، هم أعطوا صبغة أممية لهذا القتال، لكن حقيقة الذي يقاتل هم العراقيون. فطبيعي يعني أنه عندما تكون هناك دولة عربية تحت الاحتلال، يعني أن يتطوع المجاهدون العرب أو المقاتلون العرب في الحرب لتحرير هذه الأرض من الاحتلال، والعراق ليس استثناء. يعني فطبيعي جدا أنه أن يهب العرب لمساعدة العراقيين، سواء كانوا علمانيين أو أصوليين، فهذا ما يحدث حاليا في العراق. والعراق في تقديري يعني ليس بحاجة إلى رجال، يعني العراقيون خاصة في مناطق الجهادية، يعني المناطق يعني أبلوا بلاء حسنا في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة القوات الأمريكية، ويعني وأفسدوا مشروع الاحتلال وأفشلوا المخطط الأمريكي بالكامل. في يوليو تموز 2005 تعرضت وسائل المواصلات في مدينة لندن إلى عدد من التفجيرات التي أودت بعشرات الضحايا. وبالرغم من غموض البيانات الصادرة حول مسؤولية شبكة القاعدة عن التفجيرات، فإن الدوائر البريطانية تكاد تجزم بأن عناصر تابعة للقاعدة هي المسؤولة. وهناك اعتقاد واسع في الدوائر الأمنية أن القاعدة باتت تعتمد في نشاطاتها على جيل جديد من العناصر. عناصر هذا الجيل لا علاقة لها بأفغانستان، لا تبدو عليها مظاهر التدين، ولا تتردد على الدوائر الإسلامية المعروفة. ألحقت هجمات لندن ضررا كبيرا بالاقتصاد البريطاني، كما طرحت شكوكا قوية في استراتيجية مكافحة الإرهاب التي وضعتها إدارة الرئيس بوش، وتلقت تأييدا ضمنيا من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. أعتقد أن التصرفات الأمريكيين كانت ربما السبب الأساسي في إعادة إحياء تنظيم القاعدة بعد ضرب قواعده في أفغانستان. لا يمكن أن تقوم دولة كبرى بحجم الولايات المتحدة بتقديم مبررات كاذبة لما تقوم به في العالم. المبررات التي قدمتها لاجتياح العراق كانت مبررات كاذبة، وحتى الأمريكيين في النهاية أقروا بأنها كانت مبررات كاذبة. إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تقوم دولة بحجم الولايات المتحدة بتبشير العالم بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومعاملة السجناء بطريقة جيدة، فيما نرى أنهم يعاملون السجناء في يعني بالطرق التي عملوا سجناء القاعدة فيها، سواء في غوانتانامو أو باغرام أو في السجون السرية للCIA حول العالم. هناك نوع من النفاق في السياسة الأمريكية. لا شك أن مقولة أن أكبر حليف لبن لادن هو السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، هذه مقولة صحيحة. والمفارقة أن هذه السياسة تزداد في مر، يعني هذه السياسة تخطئ كثيرا في المنطقة،
وتعطي مزيد من الأدلة على صواب منهج بن لادن في قسمة العالم إلى فسطاطين، وفي أن العلاقة الوحيدة التي يمكن أن نبنيها مع الغرب هي علاقة القتال، لأنهم يقاتلون ولا بد أن نقاتلهم. أعتقد أن القاعدة كانت بحاجة ماسة إلى شخصية مثل شخصية الرئيس الأمريكي بوش لتبني خطابها، وهو كان بحاجة إلى القاعدة. يعني أنا أعتقد أن الخطابين يعني كانوا بحاجة لبعضهما، والآن ما تم على الأرض يعني لا يمكن تغييره. ثمة أزمة تزداد تعقيدا في العلاقة بين القوى الغربية والعالم الإسلامي. السياسات الغربية لن تؤدي إلا إلى اتساع المسافة الفاصلة بين الشعوب والثقافات، وكلما اتسعت المسافة حقق دعاة العنف والقطيعة نجاحا جديدا. هذه مشكلة عالمية الأبعاد، تمس جوهر العلاقة بين العالم الإسلامي والقوى الغربية، وربما آن الأوان للتعامل معها على هذا الأساس.